مهارة من رمضان صبحي. رمضان باصة بينات عدي خطيرة منتهى الخطورة، ابراهيم عادل والهدف الاول. يا لعيب يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، يا فنان يا قدير، يا هداف يا موهوب، ابراهيم عادل يعمل باصة ويعمل هدف جميل جدا جدا، حطها من فوق ايد حارس مرمى حسن شاهين عشان بيراميدز يتقدم الان بالهدف الاول في الدقيقة كام؟ ده في الدقيقة الرابعة بلس 45 من عمر الشوط الاول، في اللحظة الاخيرة في الثانية الاخيرة تعدي بشكل غريب وعجيب من محمود الجزار، ثم لمسة جميلة جدا جدا، بص الباصة وبص الاستلام الروعة وبص اللمسة الاخيرة، اللمسة الاخيرة تدرس في الدقة وفي المهارة العالية وفي القدرات الفنية والتهديفية الغير عادية. ابراهيم عادل موهبة مصرية متميزة جدا، واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي، يسجل الان الهدف الاول وهدف التقدم والهدف الخامس لابراهيم عادل في دوري الرايل في الموسم الحالي. اخيرا يا سادة الشباك تهتز وتعلن عن تقدم بيراميدز بهدف واحد مقابل لا شيء. امتى؟ ده في اللحظة الاخيرة في الثانية الاخيرة من الوقت المحتسب بدل الضايع من عمر الشوط الاول. الركنية بقدم اسحاق يعقوبو، يعقوبو استند هلال عالية فرصية حلوة الهدف، الله 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 عليك يا ولد الله. سعيد السنبريه، سعيد السنبريه يعمل الجنب العالمي والرأسية الحلوة وهدف التعادل، التعادل للبنك الاهلي برأسية غير عادية من سعيد السنبريه. بص الرقدية وبص العرضية المية مية بقدم محمد هلال، ثم الارتقاب واي ارتقاب وضربة الراس واي ضربة الراس من سعيد السنبريه، يحطها قوية على يمين احمد الشناوي عشان البنك الاهلي يرجع للمباراة بشكل سريع ويسجل يا سادة هدف التعادل في الدقيقة 50 من عمر المباراة، والهدف الرابع لسعيد السنبريه في دوري نايل في هذا الموسم. ياه 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 يا على الحلاوة والجمال، يا على العرضية ثم الراسية، الراسية قوية قوية جدا جدا، كأنه حاططها برجليه مش بدماغه، ضربة الراس زي الصاروخ من البوركيني سعيد السنبري عشان البنك الاهلي يرجع سريع المباراة ويسجل هدف التعادل. ولقم الهدف اللي سجله ابراهيم عادل ودى المباراة في حتة تانية، وشفنا شوط تاني بدايته ساخنة، وشفنا التعادل براسية روعة من سعيد السنبري على اليمين، هرب راح يا النور خطيرة هوب العدة والهدف، جول جوه جول، الهدف التاني عملوها تاني ويسجلوا الهدف التاني. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، كريم بامبو يسجل هدف تاني غير عادي من جملة سريعة وانطلاقة رهيبة، هرب النجم يا النور ويلعب عرضية زي الالماس، عرضية ولا في الاحلام، ثم تصوبها حلوة بقدم النجم التوجولي يا النور في شباك مرمى الحارس احمد الشناوي، هذا النور هرب وراح ويلعب العرضية، ما في احلى من كده جملة، ما في احلى كده من كده عرضية، ما في احلى من كده رؤية جميلة من النور، وعلى طول اللمسة الواحدة روعة الروعة بقدم كريم بامبو عشان يعملوها تاني ويسجلوا الهدف التاني في الدقيقة 52 من عمر اللقاء. يا الله يا الله يا الله، فريق البنك الاهلي يرجع للمباراة ويسجل هدفين في خلال دقيقتين، وبعد ما كان البنك الاهلي يعاني وبعد ما كان متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء، يحول تقرب من 0-1 الى تقدم غالي جدا 2-1، والهدف الثاني بقدم كريم بامبو اللي بيسجل النهارده الهدف السادس ليه في دوري نايل في الموسم الحالي. مرة تانية ورا تصل على طول ناحية بلات التوريب لوليد الكارتي أمامية، تصويبة حلوة الهدف، يه 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 يه، التصويبة التصويبة الصاروخية المية مية، التعادل التعادل، الرومونتيدا الرومونتيدا لفريق بيراميدز، العودة العودة سريعة للمباراة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. يا الله
يا الله يا الله، ادي العادة مرة تانية. بص البصة حلوة ازاي، بص الاستلام الحلو باليمين والتصوبة الصاروخية، ابتدى المية مية من القدم اليسرى بقدم الحريف النجم مصطفى فتحي. مصطفى يسجل هدف التعادل مالكم في الدقيقة 55 من عمر المباراة. مش ممكن، مش معقول، 3 أهداف في خلال 10 دقايق، ايه الجمال ده؟ وادي الحارس حسن شاهين حارس مرمى البنك الاهلي النهارده في اللقاء. مصطفى عاليه خطير، راسها تعدي، متابعه دربكه دفاعيه، لمسه على الشمال حلوه، تصل محمد حمدي مع الكوره، محمد حمدي وسام جلال، ودفاع من النور والتحام بقوه، ومتابعة انطلاق الامام محمد هلال، الهجمة السرية حلوة على الشمال، منطقة الخطورة، كريم بامبو، لسه كريم، عدى كريم، اوف على قولته كريم، عاوز يعدي، عدى، منطقة الخطورة كريم، في مواجهة اللاعب على طول توري، ولكن جابوها لاعبي بيراميدز، تصل لمحمد الشيبي، الشيبي ناحية وليد الكارتي، لسه وليد الكارتي، ناحية محمد حمدي، مهند لاشين طلع كورته بره، في اصابه، في اصابه لاحد اللاعبين، سلامات، اصابه طبعا للاعب احمد سامي في الهجمه الماضيه على مرمى فريق طبعا البنك الاهلي، كان في التحام قوي داخل الصندوق. ادي العاده مره ثانيه، ادي الدفاع من النور مع اللاعب احمد سامي، والالتحام اللي كان موجود وراء داخل منطقة جزاء فريق البنك الاهلي من النور ناحية اللاعب احمد سامي. سلامات لاحمد سامي، ان شاء الله يكون سليم باذن الله ويكمل المباراة على الفخير. وتقنية الفار، تقنية الفار النهاردة، تقنية الفار للمرة الثانية، في الاولى كانت بطاقة حمراء من نصيب رمضان صبحي، وفي الثانية ممكن يكون ضربة جزاء لصالح بيراميدز. هنشوف ونتابع. ادي العادة مرة تانية، ادي يوقع النور، وادي لمسة بقدم احمد سامي، والالتحام داخل الصندوق داخل منطقة جزاء البنك الاهلي، في التحام كان موجود من اللاعب يوقع النور ناحية اللاعب احمد سامي. حكام الفار وحوار مع حكمنا الكابتن محمد يوسف حكم مباراة اليوم عشان نشوف في التحام ولا لا، في دفع ولا لا، في اعاقه ولا لا. لسه الاعاده مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره كمان عشان طبعا اعطاء كل فريق حقه. تقنيه الفار لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن في النهايه طبعا هو اعطاء كل فريق حقه، وكمان بيبقى في اختلافات برضه بين الحكام في العوده برضه للفار. حكم مباراة اليوم الكابتن محمد يوسف، وبعد العودة من تقنية الفار هيديها ايه؟ حكم اللقاء اداها ضربة جزاء، اداها ضربة جزاء لصالح بيراميدز، قال لك في اعاقة، في عرقلة من نصيب احمد سامي، والمخالفة كانت موجودة من اللاعب التجولي يوء النور، وركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ركلة جزاء تعتبر رابعة لبيراميدز في دوري نايل في هذا الموسم، وركلة جزاء تعتبر رابعة على فريق البنك الاهلي في الموسم الحالي، وهذه الركلة يا سادة تعتبر هي الركلة رقم 68 في دوري نايل في هذا الموسم، ركلة جزاء، ركلة جزاء لبيراميدز اللي بيلعب ب10 لاعبين بعد طرد رمضان صبحي في الدقيقة 59، والركلة بقدم الحريف النجم مصطفى فتحي، والحارس طبعا حسن شاهين، وركلة جزاء أولى النهاردة في المباراة مصطفى فتحي والحارس حسن شاهين، والركلة لصالح فريق بيراميدز. مصطفى يا ولد يا ولد يا ولد، حطها جميلة قوية أرضية زاحفة على الشمال، حسن شاهين عشان بيراميدز يتقدم الآن بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، والهدف الثاني للنجم مصطفى فتحي النهارده في لقاءات اليوم، والهدف يعتبر الرابع ليه في دوري نايل. 3 بيراميدز، 2
نادي البنك الاهلي، والهدف الثالث من القدم اليسرى قوية في البعيدة في الصعبة على شمال حسن شاهين. 3 بيراميدز، 2 طبعا البنك الاهلي، والهدف الثالث يا سادة بقول لكم في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.